أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. والهانم اللي جاية تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقة دي هي اللي تطلع بره. أنا آسف جدا. دي واحدة جاية ومتملية وعارفاني كويس، من الآخر حد مقريها اللي بيحصل. طب أعمل إيه في مس ملك اللي رجعلي من أمريكا على آخر الزمن دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا إما اتسرقت يا إما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه ولا كلمة زيادة. وأنا مش هسمح أبداً إن بنتي تتعارك على حسابي. بنتك محتاجة الحب يا حازم. لو كنت طمعان في قرشين خلاص، بح، الفرخة اللي كانت بتبيض لي طارت. استدعى نيابة؟ يعني أنت ما رحتيش مع تامر البيت؟ طالما رشا عرفت هتفضل تحفر ورايا. والله العظيم يا مريم لخلصك منه. ملك اللي أنت بتقوليه ده مستحيل. بكرة الساعة 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز، الساعة 4 لازم أروح عند الراجل والفلاش ميموري في إيدي. تمام الكلام ده؟ ملك هو أنت ماضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما ماضيتش. طب لما هو لسه ما ماضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي؟ افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي أنا قلت عليه هيمشي ضروري. يلا بقى يا جماعه. انا هجيب انيميتور منين في الوقت ده يرد عليا عشان اتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكره؟ لا مش هي دي القضيه خالص على فكره، دي ممكن تتحل. هو بس ايه ده؟ انا مش قلتلك ما تهوريش ناحيه البيت؟ اهلا 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 حبيبي بابي. اهلا اهلا اهلا. نروح على اوضتنا بقى. يلا. I love you so much so much. ازاي تستجري؟ اطمن على بنتي. قلت لك ما تهوبيش ناحيه البيت ده. يا نديم ارجوك لازم نقعد ونتكلم بالعقل. مفيش أي كلام بيني وبينك، اطلعي بره البيت ده حالا. نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحة الحوادث. بلاش ابتزاز. مش عملتي محضر بضياع الدبلة؟ وريتني متهببت وسمعت كلامك. ليه؟ عشان أي حمار بيفهم هيعرف إن أنا عملت المحضر ده بعد ما اكتشفت إني نسيت الدبلة هناك. مش قلت لهم إنها ضاعت في المكان اللي كنت سهرانة فيه؟ سيبك من المحضر. خلينا في النيابة. النيابة استدعت وليد. مين وليد؟ وليد اللي تامر قال لك عليه قبل ما يموت على طول. وايه كمان؟ وليد ده مضواطي وفي كل العبر. جالي النهارده الصبح يهددني. من الاخر كده شافنا واحنا نازلين من بيت تامر. وصورني كمان. بعد ما نزلتني من العربيه في الشارع. الواد ده ممكن يعوق جامد في النيابة. أنا عايزة أخرسه بقرشين. النيابة لو وصلولي وعرفوا إننا اتطلقنا يوم الحادثة هيبقى أكبر دليل إنك ظبطتني معاه. وهندخل أنا وإنت في سين وجيم. وعندك بقى جرايد تكتب ومواقع وفيسبوك وتويتر. يعني من الآخر يا رايح كتر من الفضايح. شوف بقى صحاب لوجي ممكن يقولوا لها ايه في المدرسه. وشغلك والعملاء بتوعك وكل الناس اللي نعرفهم. عشان كده انا فكرت كويس ولقيت اسلم حل اننا نرجع لبعض. صدقي صحيح ده اسلم حل. ازاي كان تايه عن دماغي قدام الناس بس مؤقتا يعني لغايه ما الدنيا تهدى وكل حي يروح لحاله. بليز يا نديم ما تضيعش سمعتي وسمعتك عشان نشوف ايه دماغك. انا في الاخر ام لوجي بنتك.
رنا شطورة ومهذبة، ولما بابا يكلمها لازم ترد عليه. صبيات يزعقني وهيقول لي تعني بيتي عندي، انا بحبش اروح عشان الست اللي هو متجوزها دي. ما هو مش لازم تروحي له ولاد بيتي عنده يا حبيبتي، بس ما يكلمك ترد عليه، تطلبي منه تخرجوا مع بعض، تتغدوا سوا، يجيلك هنا لو عايز، انا ما عنديش مانع طبعا. ممكن تفهمي بالراحه كده ان انا مش بحب ابات عندك، وان انا بحب اوضتي اللي هنا. اتفقنا؟ يلا بقى ابعتي له مسج قولي له معلش يا بابي انا اسفه مش كنت بكلمك، وبكره الصبح نتكلم مع بعض. ايه مستغربه ليه يا حبيبتي؟ احنا مش اتفقنا وما لكيش دعوه بالمشاكل اللي بيني وبينه؟ اي نعم انا بزعل وبتضايق ما بيزعقلك، بس في الاخر ارجع اقول ده باباكي هيفضل باباكي مهما حصل. اوكي اوكي يلا بقى. ايوه كده حضن كبير وبوسه. الله الله يا حبيبتي. يلا بقى ننام وندفي بعض. اوكي اوكي تصبحي على خير. انت من اهل الروح حبيبتي. نشوف مصيبة في الشغل ولا ايه؟ لما صوروش الاعلان تبقى كارثة. طب يا حبيبتي ارتاحي انتي كده ثانية وهرجع لك مش هتأخر عليك. اوكي؟ ممكن تفهميني ايه ده؟ انت مجنونه ازاي اتصورتي معاه بالشكل ده؟ ما تفهميني. كان جوزك يا اختي ان شاء الله يكون مين؟ ما انا كنت متنيله على عيني متجوزه، عمري ما اتصورت كده ليه؟ ها؟ انت عارفه الصور دي لو نزلت على الانترنت ولا انتشرت في اي مصيبه الناس هتقول ايه؟ هتقول دي ملك، هيفتكروها انا. وعارفه لو وقعت في ايد حازم ايه اللي هيحصل؟ هيرفع عليا قضيه وياخد مني البنت وحلني على مثبت للمحكمه انه دي مش انا. انت ازاي تخبي عليا انه ليه معاكي صور بالشكل ده؟ ليه ما قلتليش يا مريم الاول؟ ليه؟ يا ريتني ما كنت كلمته الصبح وهددته. لا وايه؟ كلامك معايا الصبح حسسني بالذنب ناحيتك واني مش عارفه اعمل لك اي حاجه واني ماجلاكي على طول. يا حرام. يا رب استعجلت وكلمته النهارده. هقول لك ايه بس؟ هتمشيني في سكه الله اعلم نهايتها ايه. هتخليني اشوف لي الحيوان ده حل قبل ما الصور دي تقع في ايد حازم ويستغلها. عامل ايه فيك؟ ما تبطلي الزفت السجاير اللي انت بتشربيه ده، ولا عايزه تفضلي خارصه طول عمرك؟ بنتك مش محتاجة فلوس يا حازم، بنتك محتاجة الأب يطبطب عليها وياخدها في حضنه، بنتك محتاجة الحب يا حازم. إيه يا حازم؟ هو أنت مش عندك محاضرات بكرة الصبح بدري؟ آه. آه؟ طب وسهران ليه أمال؟ أبداً، مفيش. مفيش؟ وأنا تايهة عنك، ما تقول لي في إيه؟ قلت لك مفيش. والله العظيم يا حازم أنت شكلك زي اللي عامل عاملة وخايف يقول. إيه الكلام الخايب ده؟ أنت إزاي تكلميني بالطريقة دي؟ بلا تكلميني كده بلا بتاع، انت بس راجع من بره كيانك متشقلب، قلت اشوف فيك ايه. وسام انا مش فايق لك. امال فايق لمين؟ للي كنت عندها؟ ما تبصليش كده وما تسالنيش عرفتي منين. فيا شيء لله. انت عايز تقفل موبايلك ساعتين بعد ما تخلص محاضراتك وما شكش؟ قول لي بقى، انت اللي رحت لها ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ يا هتاكلني يعني؟ يا حلاوه يا حلولي، اديك اعترفت وقعت بلسانك. جرى ايه يا وسام؟ انت هتحاكميني؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه.
حر وتعمل اللي انت عايزه، ما اختلفناش، بس احنا اتفقنا على حاجه، انك ما تروح لهاش لوحدك. رحت لها بقى لوحدك ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ استنى، هي عارفه ان انا ما عنديش محاضرات النهارده لانها مركزه معايا وحطاني في دماغها، تلاقيها هي اللي طبت عليك صح؟ طب ايه رايك بقى ان انا اللي رحت لها؟ ارتحتي؟ لا ما ارتحتش، ولعتني اكتر يا حازم، وعايز اعرف ايه اللي وداك عند الست دي بعد اللي عملته فينا. قلت لك انا حر، وانا كمان حره في اللي هعمله، دي حياتي، مش هسمح ان انت تهدها، تيجي في يوم تقول لي انا رجعتها علشان خاطر البنت. اوه تقرف. هيا يا وليد، شفت الموبايل ده قبل كده؟ ده موبايل صاحبك تامر سراج الدين، لقيناه مسجل اسمك وتليفوناتك وعنوانك وايميلك. انتوا صحاب مش كده؟ يعني لا مش يعني، انتوا صحاب وقوي كمان. الراجل كان عامل لك في الجاليري بتاعه البوم لصورك معاه ومسميه انا وانتيم. هو احنا كنا صحاب قوي من غير ما تقول. الرساله اللي بينكوا واضحه، الراجل ما كانش بيخبي عنك حاجة. قبل ما يموت بحوالي ساعة كان بعت لك رسالة، تحب أقراها لك أنا ولا تفتح موبايلك وتقراها؟ أوكي أقراها لك أنا. قشطة يا برو، أنا والملفاية طالعين على الخن، يلا حصلنا. والملفاية بقى تبقى صاحبة الدبلة دي؟ أنا هقول لك كل اللي أعرفه. الملفاية دي تبقى رشا محجوب، مرات نديم فخري. طب نلغي ازاي؟ تصرف يا أميرة، قولي لها اي حاجة. لها ايه بس؟ اي حاجه. ورا الشؤون القانونيه بتراجع العقد، اكتشفت ان في مشكله مع الايجنتس اللي فاتت، لما مشاكلنا تخلص معاها نبقى نشتغل كده يعني. طب هو انت ممكن تفهمني بس خدت القرار ده ليه؟ عشان ممكن مش مهم، اعمل اللي بقولك عليه. انت كويس؟ كويس. طب انا عندي اقتراح، انا ممكن اجل لك الميعاد وبعد كده نحدد ميعاد تاني تتناقشوا فيه، تكون انت حتى فكرت وخدت قرار على اساس سليم. اسمع اللي بقولك عليه يا اميره، مش هشتغل معاها. انت متاكد انك كويس؟ اعمل لك حاجه تشربها؟ مش عايز حد يدخل عليا. أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رام. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحلك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام. طيب ابقى طمني وأنا ساعة وأكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانة؟ والله مش فاهمة مين اللي لازم يزعل من التاني، أنا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه؟ أهو أهو، مش انت هي فين؟ يا ست مالك هانم؟ أيوة انت، تقرير الخبير طلع أهو،
وكلام انا اللي طلع صح يا بنت اخويا. تزوير تزوير تزوير. افندم بتزوري امي تابوكي بعد ما مات يا ملك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقوله يا بنت اخويا، مش انا اللي بقوله يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول. الخبير اللي المحكمه حورت له الاوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما تقري الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لا. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. هو ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت ورثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرأ لك؟ ولا تقري أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني يا مرق؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10. انما مفيش فايده، انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استحملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي نزل ايدك ورحمه أبوك الغالي لازجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هسجنك. ومش عاوز حد بقى يقولي ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هسجنك، أنا حلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما جوختيني. هسجنك يا ملك. أشوف وشك في السجن. مع السلامة. مش كفايه لحد كده؟ يعني بلاش اقول لجوزي؟ سيادتك اتصلتي على كل التليفونات تقريبا ومحدش رد. انت مستعجل على ايه؟ هي النيابه هتطير؟ وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش راضي تقولي؟ قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. ما هو ده اللي انا مش فاهماه. ضبط واحضار ليا انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا في ميس اندرستاندينج. امر الضبط والاحضار باسم رشا محجوب. مش سيادتك رشا محجوب؟ ثانيه اهو التليفون بيرن. الو مين معايا؟ الو ايوه يا اميره. مدام رشا حضرتك بتتكلمي من البيت ولا انا بتهيألي؟ نديم فين؟ موبايله مقفول وما بيردش على الدايركت بتاعه. وصليني بيه حالا. لا اصلا انا لسه واصله المكتب فمش عارفه اذا كان موجود ولا لا. لو مش موجود تحب ابلغه حاجه؟ انت هتحوري؟ بقول لك لاقيهولي حالا وخليه يكلمني على طول. طيب ممكن دقيقه بس اتاكد اذا كان موجود ولا لا؟ دقيقه. ايوه مستر نديم، مدام رشا على التليفون. مش عايز اكلم حد يا اميره. قولي لها ان انا سافرت المزرعه وتليفوني فصل. اوكي اميره استني. قولي لها ان انا في ميتنج وان انا هرجع البيت على الغدا. قولي لها كمان انك حجزت لنا على العشاء بره انا وهي، ولما تقفلي معاها عايزك تعملي فعلا كده. احجزي لنا مكان فيري رومانتك، كاندل لايت دينر يعني. اوكي ميرسي. اظن كفايه لحد كده ويلا بينا بقى. انت
عملت كده ليه؟ ده انا كنت اون هولد، يعني خلاص كانت هتحولني بيه. مدام رشا من فضلك يلا. طب انا بنتي في المدرسه وانا مش فاتحها شؤون اجتماعيه يا مدام، واظن في شغاله هنا برضو، ولا انا غلطان؟ اتفضلي سيادتك معايا. انت خدت ده ليه؟ محتاجه معايا. هو في ايه بالظبط؟ مش عارف والله. اتفضلي. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا استاذ جلال؟ ما تفهمني مين اللي يعرف؟ وازاي ده حصل؟ ازاي البيه الخبير يقول في تقريره اني مزوره امضه ابويا؟ هو انت مش كنت حاضر معانا كل حاجه؟ طب بس استهدي بالله كده وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل؟ تتحل باماره ايه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمه ولا عمي؟ على فكره انا دلوقتي بس فهمت انت ليه ما كنتش عايز محاكم من الاول، وكنت عايز تديله قرشين من فضها سيره. طب لما انت مش قد القضايا دي ما تكون صريح معايا من الاول، بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك انا مراعي الحاله اللي انت فيها، علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين نبقى نتكلم على رواق. نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ حضرتك يا استاذ جلال مش واخد بالك انه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث، ومش واخد بالك كمان ان انا ممكن اتحبس بتهمه التزوير. يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل، انا هطعن على قرار الخبير وهطلب تشكيل لجنه ثلاثيه برئاسه كبير الخبراء ومراجعه عقد البيع من اول وجديد. وافرض ان المحكمه ما وافقتش، هتعمل ايه ساعتها؟ يا مدام ملك احنا لسه في اول درجه. حلني يعني، اقعد انا كده مش عارفه راسي من رجلي ولا عارفه اتحكم في حاجه سنتين ثلاثه قدام؟ موت يا حمار. حمار؟ لاحظ ان كلامك جارح. عموما احنا ان شاء الله هنخلص قبل كده بكتير. موت ما نمتش من امبارح. طيب انا هسيبكم بقى لشغلكم وهبقى اطمنك لما اخلص مذكره الطعن. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام. انا ملاحظ ان الجدع ده كل مره بيجي بيعكنن عليكي. انا شايف ان انت تغيري وتجيبي اي حد غيره. والله شكلي هعمل كده وقريب. مين بقى الجدع الليسي ده اللي بيجي بيسال عليكي ده؟ واحد كده حاشر نفسه في كل حاجه وانا بنفض له. كلفنا كتير. معلش بس هيجيب لنا اكتر. انا هروح له. مستر نديم، انا بحاول اوصل لملك طول الوقت تليفونها مقفول. بعتلها مسج، كلميها على مكتبها، بعتي ايميل، اعملي اي حاجه. انا بقول بس لو تقابلها. أقابلها ليه يا أميرة؟ بقولك مش هشتغل معاها وأنا بتكلم صيني. تصرفي خلصيني من الحكاية دي. هو أنا ممكن أسأل سؤال؟ أيوة، أنا ورشا رجعنا لبعض في مانع. مين تامر سراج الدين ده؟ مين تامر سراج الدين؟ دي دبلتك اللي لقيناها في اوضه نوم واترفعت بصماتها خلاص. ايه ده انتوا لقيتوها؟ طب والله كويس، فيري جود. انا كنت زعلانه قوي لما ضاعت، كنت فاكراها اتسرقت. هي ضاعت ولا اتسرقت ولا نسيتيها؟ نسيتها فين حضرتك؟ حضرتك بتقول انكم لقيتوها في اوضه نوم، دي اهانه. انا ست متجوزه ومتجوزه راجل محترم، وبعدين انا اصلا عملت محضر لما الدبله دي ضاعت مني. ضاعت؟ يعني انت ما تعرفيش حد اسمه تامر؟ اعرف مليون تامر، من اول تامر حسني لحد تامر هجرس. ده انا حتى عندي اتنين في الوكاله بتاعتي بيشتغلوا برضه اسمهم تامر. غريب، مع ان في ناس شافوكوا وانتوا بترقصوا مع بعض، وشافوكوا برضه وانتوا خارجين من المكان اللي كنتوا سهرانين فيه مع بعض. هو حضرتك تقصد تامر ده؟ اصل انا ما اعرفش اسم باباه، فلما قلت لي سراج الدين اتلخبطت. ايوه طبعا اعرف تامر، ده حتى وصلني بعربيته ويميها لحد البيت. ايوه بقى، ايوه انا كده بقى فهمت. يبقى انا اكيد وقعت دبلتي في عربيته ويميها. بس غريبه يعني انه ما كلمنيش وقال لي انه لقاها. وانت ما كلمتوش ليه وسالتي؟ فكرت بس بصراحه اتكسفت،
اصل احنا مش صحاب قريبين قوي كده يعني، دي كانت تاني او تالت مره بس اشوفه فيها. دي اول مره، واللي عرفكوا على بعض وليد منصور، ولا ما تعرفيش وليد كمان؟ يا ريت بقى تقولي لنا اللي حصل لما رحت مع تامر بيته. قلت لحضرتك دي اهانه، بيت ايه ده اللي روحته؟ رحت معايا يا رشا، والرساله اللي بعتها لصاحبه بيقول انك كنت معاه. كذاب، اكيد طبعا تامر ده كذاب، ذنبي انه بيكذب، واجهوني بيه. للاسف مش هنعرف نواجهك بيه لانه مات. ايه مات؟ ايه ما تعرفيش؟ لا طبعا، حضرتك صدمتني قوي دلوقتي. وهتتصدم اكتر لما حضرتك هتشرفينا لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي ويقول الشعر والبصمات اللي لقيناهم في بيته يخصوكي ولا لا. اكتب يا ابني. قررنا الاتي: تحبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويطلب تحريات المباحث حول الواقع، ويستعجل تقرير المعمل الجنائي. معلش ممكن من فضلك استخدم التليفون تاني؟ قصدي عاشر. من فضلك قدر اللي انا فيه، وقدر اني مش عارفه اوصل لجوزي، وطبعا مش عارفه اتكلم مع حد عشان الفضايل. بليز من فضلك. اتفضلي. لا انا بس كنت عايزه ابعت مسج. اتفضلي. هروح. ازاي؟ يعني ايه ازاي يا رامي؟ انا لازم اعرف هو عامل معانا كده ليه؟ احنا مش عيال بنلعب، ده بيزنس. يعني انا كان ليا حق لما قلت لك امضي العقد الاول قبل ما تصرفي جنيه. هو احنا في مين له حق ومين ملوش حق يا نهى دلوقتي؟ ما تحسوا بيا شويه. لو سمحتي قولي لهم يحضروا لي العربيه. ملك يعني افرضي براحتي وما عرفتيش تقابليه. امال الاميره بتاعتك دي بتعمل ايه؟ ولا هي ساعه القبض اوكي وساعه الجد بلح؟ يا عيني دي هتتشل. ويا عينك ليه ويا قلبك ليه؟ وهي عملت لنا ايه في الاخر غير انها لبستنا في الحيط وخلتنا نقع على الفاضي؟ مالك ما تزعليش مني. ها إيه انت اللي استعجلتي؟ ايوه انا اتزفت استعجلت. خلونا في الحل بقى. هي مش قالت له ان موبايلي انريتشبل؟ اه تمام، نكمل اللعبه بقى. هي فعلا حاولت تكلمني وما لقيتنيش، وانا رحت في معادي، واول ما دخلت على مكتبها هي في التواليت، ودي عليك انت يا رامي. واروح انا اطبع عليه على طول كده مفاجاه. هو اول ما يشوف شغلنا هيغير رايه. طب بدل ما يبقى فيها احراج ويقول لك كلمه كده او كده، ما تبعتي السي دي مع اميره. اه عشان ترميه في الدرج وتقول لنا وريته له وما عجبوش. انا لازم اقعد معاه فيس تو فيس واتكلم معاه كمان، مش هينفع حتى في التليفون. سيبوني بس شوية كده أرتب أفكاري عشان أعرف أقوله إيه. أوكي. ده إيه اليوم اللي ما يعلم بيه إلا ربنا ده؟ وأنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ وعندك يا ستي ومسيرك اللي أنا 10 فدادين مانجا بالإسماعيلية. ها؟ وشاليه في العين السخنة، واخوه
يرد عليه على طول في راس صدر، شاليه تاني في راس صدر، الاثنين يشوفوا بعض، تصدقي؟ يعني يا عيني. ده غير بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي، عارفاها؟ الفيلا الكبيرة قوي دي اللي على البحر، ها؟ وغير شقة المهندسين اللي كان الله يرحمه عاملها عيادة اللي في المهندسين. الله، ما كان في عيادة في باب اللو، أنت نسيتها ولا إيه؟ لا مش ناسيها، أنا ما انساش حاجة أبداً، مش ناسيها طبعاً، بس دي إيجار. يعني سيبك منها، خلينا في التقيل، فهماني؟ بصي يا ستي بصي. إيه ده؟ إيه ده؟ ده جواب من البنك. قول. أحكي لك. أصلها يا ستي رفضت الواد البواب بتاعها لما شافته واقف يتكلم معايا. فالواد ما بقالوش رزق يسترزق منه غيري. فأنا رحت بشغله شغلانة بسيطة قوي كده. قلت له تقف قدام باب الفيلا، أول ما يجي المستشفى تاخد الجوابات اللي جايبها لها تديها لي. أيوه. فبس سمع الكلام. فجايب لي جواب من البنك أهو. اقرا. جواب من البنك. طبعًا في بنك تاني وتالت ورابع أكيد، ها؟ ده بنك واحد. بص يا ستي. ده الحساب الجاري. اسمع الحساب الجاري فيه قد إيه؟ قول يا أخويا قول. مليون. ها؟ وستمائة ألف. يا نهار اسود. لا وإيه؟ دولار. دي أو لم ألف ره دولار. أخضر. أخضر. تمام يا حبيبتي تمام. شفتي؟ ده الحساب الجاري. نخش بقى على حساب التوفير. كام يا شاطرة؟ ها؟ امسكي نفسك شوية. قول. 2,900,000. يا قلبي. لا 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 استني. لا وايه امسكي قلبي بعد دي. ودولار. دي اولم الف ر دولار. ده غير الفكه اللي على الوش. سيبك منه. ده بقى في حساب تاني بالجنيه. ايوه. وحساب تالت باليورو. ايوه. وحساب رابع بالاسترليني. ده غير بقى الشهادات والودايع اللي انا مش عارف الم اولها من اخرها نادية لغاية دلوقتي. انا عايز اسالك سؤال. اموري. اخوك جاب الفلوس دي كلها منين؟ ها؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ لا طبعا لا، بس هو زي ما تقولي اخويا الله يرحمه كان ناصح حبتين. كان كل شويه يشتري اسهم في البورصه، ها؟ يروح شاري شويه شقق وروح معنتكها ومظبطها وروح بيعها يكسب طبعا فيها. يشتري اراضي بملايين وبعد شويه يروح بيعها بملايين. يا حبيبي. ناصح. امال انت ما طلعتش ناصح زيه ليه؟ يعني زي ما تقولي خيبه بعيد عنك. قول لي بقى الاسطوانه المشروخه بتاعتك. اصل انا سيبته يكمل تعليمه وخش. انا صرفت عليه. ايوه وخش الطب لغايه ما اخلص بقى. دكتور انا اللي صارف. وبعدين انت توظفت عشان تصرف على امك وعليه. امال ايه؟ بس يا خساره تمرش فيه ولا تمر في بناته. لو ابنك الفقري بس يسمع كلامي. بقولك ايه؟ نعم. هو انت مش طلبتي حاجة منها؟ واخد بالك علشان تخلصي الموضوع بطريقتك. اي طيب ما انا جبتلك يا اختي الحاجة لحد عندك. ان شاء الله هيحصل، بس انت قول يا رب. يا رب يا ستي يا رب يا رب. بقولك ايه؟ انت فاكر الشقة اللي احنا رحناها له في اسكندرية زمان؟ ليه هنساها دي كمان؟ لا يا اختي مش انا بنساش حاجه. انا صحيح مش كاتبه عندي بس كتبتها للمحامي. ايوه. شقه في سان ستيفن. دي شقه 200 متر على البحر عدل في سان ستيفن. دي دلوقتي عارفه لو قلت ابيع مش اقل من جزء اراضي. امال ايه انسى؟ كلكم الفيلا اللي هم عايشين فيها كوم تاني. ايوه على رايك هم يعيشوا في فيلا وانا اعيش في شقه ايجار. الله. واحنا كان معانا قلنا لا. كان معايا يا اختي. كان معايا. كان عندي شقه تمليك في فيصل. فيصل. ايوه فيصل. قعد الحيل ابنك ورايا يزن 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 لغايه خلاني بعتها وجابنا في المنطقه دي اللي مش عارفين فيها حد. وابن الحيله ده لو يسمع كلامي كان يغنينا العمر كله، وبدل ما ندور على التلت يبقى معانا التلتين. لكن حول ايه؟ دماغه ناشفه زي اللي خلفه. هتلاقيه نازل تليه غصب عن عينه وعين ابوه وعين امه كمان. او سلامته شره. خير؟ بتقطعه في مين؟ ايه ربنا يخليك لينا، احنا حالتنا حد نتكلم عليه الا انت. لا طبعا مفيش غيرك. حد يا ابني يسيب الذهب ويدور على الفلسو؟ وريته بينفع
ريت على كده وبس يا نادية. اللي كل شوية نتعكم في شبكة بالشيء الفلاني كده وتروح لحالها. نتعكم؟ اه. اللي يسمع نتعكم دي يقولوا انكم بتدفعوا حاجة من جيبكم. يا عم فلوسك، احنا عارفين انها فلوسك. بس فلوسك يا وادي اللي بتترمي في الارض. لا مش حرام، اطلعوا انتوا بس من دماغي وسيبوني في حالي والنبي. والله ما هتطلع من دماغي الا لما تنفذ اللي في دماغي. ايوه ماما، اللي في دماغك ده اللي هو ايه؟ ها؟ اللي في دماغك ده نتجوز واحده اكبر مني بسنتين؟ ويعني ما ان شاء الله يا رب تكون اكبر منك ب 20 سنه. ايوه 20 30 ما جراش حاجه يا ابني، الحاجات دي بتروح في الجواز، فرق السن ده بيروح خالص صدقني. وبعدين انت هتتجوزها على طول شويه كده وتروح قلبها وتتجوز اللي في بالك. ها ويقلبها ليه؟ أه؟ هي وحشه دي زي فلقه القمر. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، يا جدعان حرام عليكم، ده ما فيش بيني وبينها حاجه، هتجوزوني واحده ما اعرفهاش، دي خرصه. وبال احسن لك، اوي احسن لك يا واد، اوعى حد يحسدك على الخرصه دي. مش بدل ما تجيب لك صداع نصفي كل يوم هتجوز ابنك واحده خرصه؟ يا ابني ايوه، على ما في هطمن عليك انك عايش في هدوء. يهبل يهبل، هتعيش في هدوء، تخش بيتك مريم لطفي الجرح. امضي لي هنا بس. هي ما بتتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شويه. الف سلامه. ده انذار بتاعها من جوزك.